للحديث أكثر عن التصريح الصحفي الذي أصدره قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن وفاة معتقلين نتيجة التعذيب داخل السجون الحكومية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول القسم في الهيئة السيد معاذ البدري. سيد معاذ، بداية مرحبا بك. عشرات المعتقلين قضوا تحت التعذيب في السجون الحكومية خلال السنتين الماضيتين، بما تفسر تزايد هذه الظاهرة؟ حياكم الله ومرحبا بكم وبمشاهدي قناة الرافدين الفضائية. حياكم الله. هذه الظاهرة هي في الحقيقة هي الوجه الآخر للجريمة المنظمة تحت مظلة ما يسمونه القانون. وأقول ما يسمونه لأنه مفتقر تماما لأي اعتبار أو شرعية تمنحه هذه الصفة. وإلا في أي زمان أو تاريخ تتحكم العصابات والميليشيات في شؤون الأمن وتوظف أنشطتها على أنها قانون يسري كيفما تريد أحزاب السلطة ويعطل وفق ما تقتضيه مصلحتها. لا يحصل هذا إلا في أجواء الفوضى التي يثيرها الرويبضات ممن سلموا مقاليد الحكم في هذا البلد. إلى أي مدى تعتقد في هذا النوع من الجرائم؟ نعم سيد معاذ، إلى أي مدى تعتقد أن هذا العدد ربما يشي ويشير بأن التعذيب وما ينتج عنه هو سياسة مستمرة، يعني مستقبلا مثل ما هي ممنهجة لدى إدارات السجون؟ هذا مداه بعيد. هذا ما تقوله هيئة علماء المسلمين في العراق دائما بالنظر لما يجري في الواقع، فضلا عن توثيق قسم حقوق الإنسان فيها لهذا النمط الممنهج من عمليات التعذيب الجسدي والنفسي والإهمال الطبي عن قصد وغير ذلك أيضا من الصور الأخرى للموت البطيء. الواضح من هذه المنهجية أن جرائم التعذيب التي تمارسها السلطات الحكومية هي جرائم مركبة، فهي من جهة تكون بحق المعتقل الذي يسلط عليه الجلادون شتى أنواع الانتهاك، ومن جهة أخرى هو تعذيب لذويه الذين يصبرون طيلة هذه السنوات ويتعلقون بأمل الإفراج عنه، بل ويتعرضون إلى أنماط وطرق من الابتزاز لا يفكر فيها حتى الشيطان نفسه، ثم لا يلبثون حتى يفرج عن أبنائهم وهم جثث هامدة. فهذه صور تعزز ما ذكرناه بأن الاستهداف الذي يتعرض له المعتقلون إنما هو استهداف ممنهج قائم على نمط طائفي. ذوي المغدورين سيد معاذ أكدوا أن إدارات السجن تجبرهم على التوقيع على ورقة، هذه الورقة يتنازلون فيها عن أي حقوق لهم في متابعة أسباب وفاة أبنائهم مقابل تسليم جثة المغدور، أي يكون هناك مساومة، نسلمكم الجثة ولكن تتنازلون عن هذا الأمر. هذا الأمر هل تعتقد له تبعات يمكن مواجهتها قانونيا؟ نعم، بداية توصيف هذا النوع من الإجراءات يحتاج إلى معرفة ابتدائية لطريقة الحكومة في التعامل مع العراقيين ولا سيما المنكوبين منهم. وإن كان كل العراقيين في الحقيقة منكوبين، إلا أن المعتقلين وذويهم هم الأشد مأساة والأكثر ضررا. لو نظرنا على سبيل المثال، لا نلحظ من الحكومة تعليقا ذا قيمة على المستوى الرسمي حينما ترتكب الميليشيات جريمة أو مجزرة في المناطق التي نتحدث أو التي يعني تقدم أبنائها ضحايا من وفيات في السجون، خاصة في ديالة، طارمية، أبو غريب. لا تتحدث الحكومة كثيرا عندما تقع مجزرة هناك على الرغم من أن الضحايا عراقيون. نخرج من هذا بنتيجة مفادها أن السلطات الحكومية تتعامل مع الانتهاكات التي تصيب المعتقلين تتعامل بتأييد، سواء كان تأييدا سكوتيا أو تبريريا حينما تتحدث عما تسميه إدانة المعتقلين بالإرهاب. لا يمكننا أبدا أن نظن مطلقا بأن السلطات الحكومية تقف موقفا معتدلا تجاه هذه الجرائم، بل هي تقصدها وتعمل على التغطية عليها، وما التهديد السلطوي لذوي الضحايا سواء بالاعتقال أو الملاحقة القانونية أو غير ذلك في حال كشفوا أو قدموا شكوى عن أسباب وفاة أبنائهم إلا انعكاس للإزدواجية الطائفية التي تتبناها حكومات بغداد المتعاقبة تجاه ملف المعتقلين أو بحق أبناء القرى والبلدات المنكوبة بجرائم الميليشيات. طيب أستاذ معاذ، كيف تنظر إلى موقف حكومة السودان الحالية؟ يعني مثلا النائب رعد الدهلكي تحدث عما سماها مافيات داخل السجون تنفذ عمليات إعدام ضد المعتقلين، وازدادت هذه الظاهرة بالتزامن مع إعلان السوداني عن تلقيه شكاوى من ضحايا التعذيب. كيف تصف أو
تتوقع أن يكون موقف حكومة السوداني على المدى المنظور أو مستقبلا تجاه هذه القضية؟ في البداية لابد من القول بأن شهادات المنتمين للعملية السياسية لا تقدم شيئا ولا تؤخر، فما ورد في السؤال معلوم ابتداء وليس فيه من جديد، وإن صرح أحد منهم بشيء من هذا القبيل فإن ذلك لا يعني أنه في معزل عن المسؤولية لكونه جزء لكونه أحد أجزاء هذا النظام المتورط بهذه الجرائم. الأصل في النواب والمشاركين في العمل السياسي ممن برروا مشاركتهم بأنها للعمل على خدمة العراقيين أو تحصيل حقوقهم كما زعموا، الأصل أن يكونوا على قدر من الشجاعة في الاعتراف بأنهم فشلوا في تحقيق هذا الوعد، وحيث أن ذلك لم يحصل فإنهم بطبيعة الحال شركاء في كل ما ترتكبه الحكومة من انتهاكات. طيب. وإلا ما الفائدة التي يكسبها العراقيون وهم يطالعون تصريح لجنة حقوق الإنسان النيابية مثلا بأن 5000 شكوى وبلاغ من ضحايا التعذيب في السجون قدمت خلال شهرين فقط؟ أليس من المفترض أن يكون هناك إجراء معتبر بهذا الصدد؟ لم يجن العراقيون من السياسيين والنواب غير التصريحات في الوقت الذي ما تزال الجرائم الممنهجة ترتكب وما زال المتورطون في حالة إفلات من العقاب، وعلى هذا الأساس لا يتوقع شيء من حكومة السوداني ولا من غير حكومة السوداني، وكما يقول مثل العراقيون لهم الله سبحانه وتعالى. طيب سيد معاذ البدري، تصريح قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين دعا المنظمة الأممية وبعثتها في العراق دعاها للتوقف عن اللقاء بقادة الميليشيات الموغلة في الجرائم ضد العراقيين والتي بعضها يسيطر على السجون، حتى لا يفسر ذلك بالطبع أنه دعم دولي لهم، ولكن ما المطلوب أيضا؟ نعم، ما ورد في التصريح هو إقامة الحجة على الأمم المتحدة وبعثتها، هذه البعثة المتورطة أصلا بمحاباة العملية السياسية والتعاطي مع الميليشيات التي تمتلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تمتلك أدلة يقينية وموثقة بالصوت والصورة والزمان والمكان على تورط هذه الميليشيات وقادتها والأحزاب التي تقف وراءها بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها لا تتحرك لا على المستوى القانوني ولا على المستوى الإنساني. المطلوب كثير، ولعل في مستهل ما يجب على منظمة تدعي أنها تعمل من أجل السلام أن تكف عن ممارسة العلاقات المبنية على مصالح ومكاسب سياسية، وأن توظف مؤسساتها من أجل تحقيق العدل وأنصاف العراقيين الذين يتعرضون للظلم منذ 20 سنة. والأهم أن على الأمم المتحدة بدلا من أن تجامل أحزاب السلطة وتحتفي بميليشياتها التي من المفترض أنها متورطة بالإرهاب وفق قوانين الأمم المتحدة نفسها، عليها أن تستمع إلى العراقيين وإلى قواهم الحية المناهضة للعملية السياسية، لأنها الوحيدة التي تستطيع بيان حقيقة ما يجري في العراق. أقول عليها فعل ذلك على أقل تقدير، حتى نقول من باب التوازن والعدل في التعاطي مع المشهد العراقي. نعم، شكرا جزيلا من عمان مسؤول القسم في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، شكرا جزيلا.